في شي خبر جديد؟ مولانا التجأ على مهجع العسكر. أنا لازم روح شوفه. لوين بدك تروحي؟ والله الأيام قايمة برا. بعدين أنا بظن روحتك ما لفايدة. لازم ننتظر. سلطانة قسيم صار عندها علم بهالموضوع وهي رح تحله. تنحرم من الراحة مثل ما حرمتني من عمري، وإن شاء الله ما بتتنى بحياتك أبدا يا عثمان. مولاي شفت أخي بمنامي يا ملك سيما. محمد قبل ما يلفظ أنفاسه الأخيرة صار يدعي علي، والظاهر رب العالمين استجاب لدعواته. مولاي شيل الأفكار من راسك، أنا جنبك وذو الفقار باشا جنبك، وكمان السلطانة قسم جنبك. بكرة رح تنتهي هالعتمة، وأكيد رح يطلع علينا يوم جديد. جابكن عندي انت، شو جابك؟ سلطان عثمان هون وجاي اخده معي. روح من وشي. هذا الكلام ما بصير ابدا. مولانا التجأ لعندكن على مهجع الانكشاريين. معقول تخونوا مولانا؟ كيف تخونوه؟ يا ربي دخيلك تحمينا. مولاي شوفي سلطانة، لازم نطلع من هون فورا. عثمان شلبي، لا تكون مفكر حالك بتقدر تهرب. لك يا مجنون، نسيان اللي واقف قدامك هو السلطان؟ سلطنتك انتهت يا عثمان شلبي. حتروح المعسكر وحتبايعه لمولانا السلطان مصطفى. ما رح تاخدوا، انتو كلكن خواني. انا رح اقطع راس كل واحد تعاون مع هالمجنون مصطفى اللي خان الدولة العلية. منصور آغا اتركوه، بعد عنا، اتركوه، بعدوا عنا، خدوه سلطانة، اتركوني، اتركوه، اتركوني يا كلام، يا وطين، والله رح أطلع سلطانة، اتركوني، يا بعد عني، لتبعدوا، يا أوباش، بعد عني، يا وطني.
سلطان دولتنا يا رح نزلك مثل ما يخلصك من بين ايدينا. هاي جزاتك يا خاين. انت واحد خاين. لك ليش؟ انت واحد خاين. واخيرا رح واحد خاين. الله لا يوفقك. 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 الله واحد خاين. لك ليش؟ ليش قتلتوهم؟ هدول ناس أبرياء وقفوا بصفكن دائما. لو اني سمعت كلامهم ما كان صار فيني هيك. رح يكون مصيرك مثل مصير بشواتك اللي بتسع فيهم. هاد واحد خاين. سلونا الخاين. سلونا الخاين. سلوه. واحد خاين. هاد الموت يا خاين. دليل مليون سلوه. هاد الموت يا مالك يا لأنك بدك تذلنا.